رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقع هذا الاثنين في إدنبرا بمعية الزعيم الاسكتلندي القومي أليكس لاموند اتفاقا ينص على تنظيم استفتاء حول استقلال اسكتلندا في العام 2014. الاتفاق يعتبر بمثابة صافرة لبداية محمومة رغم أن قرر الانفصال عن انجلترا وويلز لا يؤيده إلى الأقلية فقط من الاسكتلنديين. الاقتراع حول الاستقلال عن المملكة المتحدة سيقتصر على سكان اسكتلندا وسيسمح بمشاركة شباب ابتداء من 16 و17 عاما، وهي خطوة يشجعها معسكر سالموند. القوميون الاسكتلنديون يؤيدون موعد العام 2014 لإجراء الاستفتاء ويأملون من خلاله الحصول على صلاحية في المسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والطاقة والضرائب والدفاع التي تبقى من صلاحية لندن. وسيتزامن الاقتراع مع ذكرى معركة بانكومبرون العام 1314 التي يحيي فيها الاسكتلنديون انتصارهم على الإنجليز.